سنتحدث عن الضرب، وناخذ نبذة بسيطة عن مفهوم الضرب وكيفية تشكيل جدول الضرب. راح نفهم هذا الجدول بدلا من حفظه. طيب، لدينا في البداية هذا الشكل. لاحظ أن الشكل هذا هو عبارة عن مجموعة. المجموعة هذه، المجموعة مكونة من ثلاثة دوائر، كل دائرة مصنوعة في وسطها بشكل معين أيا كان هذا الشكل. طيب، إذن هذه مجموعة الأولى، مجموعة واحدة. في المجموعة نفسها موجود ثلاثة أشكال. إذن حاصل هذه الأشكال اللي هو مجموعة واحدة فيها ثلاثة أشكال، إذن مجموعهم كم؟ ثلاثة. واحد، اثنين، ثلاثة. طيب، لو انتقلنا وأخذنا هذا الشكل، ووضعناه بهذه الطريقة، هذا راح يعطينا أن لدينا مجموعتين. هذه المجموعة الأولى فيها ثلاثة عناصر أو أشكال، وهذه المجموعة الثانية. إذن لدينا مجموعتين، في كل مجموعة موجود ثلاثة أشكال. هذا راح يعطينا أن ثلاثة في المجموعة الأولى زائد ثلاثة، أي ثلاثة الأولى واحد، اثنين، ثلاثة، زائد الثلاثة الثانية واحد، اثنين، ثلاثة. حاصل جمعهم هو عبارة عن ستة. إذن اثنين ضرب ثلاثة راح يعطينا ستة. لو انتقلنا الآن وأخذنا بهذا الشكل وعملنا ثلاث مجموعات ووضعنا، إذن ثلاث مجموعات ضرب، كل مجموعة فيها ثلاثة أشكال، هذا راح يعطينا أن واحد، اثنين، ثلاثة في المجموعة الأولى، إذن ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة، وحاصل مجموعهم أي بمعنى واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. إذن حاصل مجموعهم تسعة. إذن ثلاثة ضرب ثلاثة راح يعطينا تسعة. لو أخذنا بنفس الفكرة المجموعة وكررناها أربعة مرات. لاحظ هنا أن حاصل المجموعات لدينا أربع ضرب، في كل مجموعة فيها ثلاثة عناصر. إذن في كل مجموعة ثلاثة عناصر، أي بمعنى ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة، وهذا راح يعطينا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. إذن حاصل ضرب 4 في 3 راح يعطينا 12. لاحظ هنا أن الضرب ما هو إلا عبارة عن جمع مكرر. طيب، سؤال هنا، ما حاصل ضرب 5 ضرب 3؟ ما حاصل ضرب 6 ضرب 3؟ وهكذا 7 ضرب 3، 8 ضرب 3، 9 ضرب 3، وأخيرا 10 ضرب 3. طيب، أنا سأحل معكم السؤال الأول، 5 ضرب 3، والبقية ستبدون في حله بمثابة الواجب. إذن 5 ضرب 3، أي بمعنى أن الثلاثة تكررت 5 مرات. 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3. لاحظ هنا
إن عملية التكرار الموجودة في بالنسبة لثلاثة هي عبارة خمس مرات، خمس مرات مأخوذة من عملية التكرار، خمسة ضرب ثلاثة، وهذا راح يعطينا كناتج نهائي ثلاثة زائد ثلاثة ستة، زائد ثلاثة تسعة، زائد ثلاثة 12، زائد ثلاثة 15. بنفس الفكرة نطبق مع الستة ضرب ثلاثة، أي نجمع ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة ست مرات ونعطي الناتج، وهكذا مع السبعة ضرب ثلاثة والثمانية ضرب ثلاثة والتسعة ضرب ثلاثة والعشرة ضرب ثلاثة. لاحظ أن هذا ما هو إلا جدول ضرب ثلاثة، بدلا من أن نحفظ لابد أن نفهم ما معنى الضرب، وبهذا يكون أعطيناكم نبذة بسيطة عن مفهوم الضرب، وشكرا لكم.